لهذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. بيشتغل ايه؟ محدش عارف يا اخي مين ديفيد هيرست بتاع ميدل ايست اي ده ابدا. ده كان جزء بالمناسبه من الحديث اللي انا كنت بتكلم فيه مع دكتور محمد عبود، لانه قال لي ايه قصه ديفيد هيرست؟ قلت له لا، ما هو في واحد مزيف، فكنت بحكي له قصتي مع المزيف. خلوني الاول ورحب جدا بدكتور محمد عبود، استاذ اللغه العبريه والشؤون الاسرائيليه بجامعه عين شمس. ازيك يا دكتور؟ اهلا اهلا استاذ يوسف، منور. شرفت والله. كله تمام؟ الله يخليك، كله حلو الحمد لله. عايز استاذنك الاول، هنشوف تقرير سريع جدا، ولا ده اللي احنا شفناه هنشوفه صح يا ولاد؟ هنشوف تقريبا على الشهادات، سواء اذا كانت غربيين صهاينة، ولكن عن نصر اكتوبر في السريع جدا ونرجع نبدا الكلام. ماشي، يلا بينا. هلم اسرائيل اسرائيل هيوم فتحوا تيروت مصرين بسوريا بهتكفان נגד اسرائيل. אויבינו קיוו להפתיע את אזרחי ישראל ביום הכיפורים. אנו לא הופתענו. נאלצתי לכנס את הממשלה לישיבה בעצם יום הכיפורים. המתקפה התחילה תוך כדי הישיבה. אין לי כל ספק שאיש לא יתפס לבהלה. בשתיים בצהריים אני עם ג'ינס וגופייה, מטוסים מצרים יורדים עלינו ומתחילה המלחמה. המ"פ שלי ועוד 14 חיילים נהרגים בנגמ"ש שלפניי. ביום הראשון איבדתי 3 חיילים ו-30 הרוגים בשני המעוזים האחרים. במלחמה כל הפלוגת טנקים שהייתי איתה, 50% מהם נהרגו. אחד החברים הכי טובים שלי נסע לחלץ את גביית החתן שלו מהטנק שבו הוא נפגע. בשבילי יום כיפור היה השבר הגדול ביותר. הפסקתי לשמור מצוות, כי אז שמרתי על מצוות. הקהל נדהם. איפה צהל הגדול ויכולותיו? המלחמה הראשונים מעבירה גולדה בלשכתה בתל אביב. בין פגישה להערכת מצב היא ישנה על הספה בלשכה. שבוע אחרי שהחלה המלחמה, המצרים כבשו שטחים בצידה המזרחי של תעלת סואץ, ולמעלה מ-1,000 חיילים ישראלים נהרגו. דיין, שר הביטחון הנערץ, מדבר על חורבן בית שלישי, ועולות הצעות לשימוש בנשק יום הדין. מערכת הביטחון הישראלית בהיסטריה. הרבה אנשים נהרגו משני הצדדים, וגולדה, כן, כמו שהיא עלתה ביום אחד, כך היא גם צנחה בחזרה לתהום אחרי המלחמה. 3 שבועות אחרי תום הקרבות מקימה גולדה את ועדת אגרנט, ועדת חקירה ממלכתית לבחינת נסיבות פריצתה של המלחמה. אבל את הציבור הישראלי מוכה ההלם, זה לא מספק. אינכם אומרים לעם כולו, בזה שלא גייסנו, טעינו, שגינו, חטאנו. בסקט, הוא ده. مهم يعني، خلونا نرجع مرة تانية، لأن كان عندنا حديث جانبي كده على الدكتور إبراهيم البحراوي رحمة الله عليه يا رب. دكتور محمد، منور مرة كمان. نورك، والأول كل سنة وإحنا طيبين بمناسبة انتصار حرب أكتوبر. 50 سنة على انتصار حرب أكتوبر، 50 سنة سينا كملت السيادة المصرية رغم أنف الأعداء من الداخل والخارج، ورغم أنف ديفيد هيرست المزيف. المزيف. تمام. هرجع بس عايز أقول بس حاجة، إن أنا كمان النهاردة عندي شعور خاص إن أنا معاك في مسبيرو مبنى عريق. يوم 6 أكتوبر خرج صوت من المبنى ده، ممكن في الدور الثاني أو الثالث مش عارف، لكن الصوت ده قال هنا القاهرة. طبعا نجحت قواتنا المسلحة المصرية في اقتحام قناة السويس والاستيلاء على النقاط القوية للعدو فيها،
ورفع العلم المصري على الضفة الشرقية للقناة هنا القاهرة. الله. من اللحظة دي أنا بقول لك إسرائيل لم تجرؤ على التفكير أبدا في الاعتداء على ذرة تراب مصرية. ليه؟ لأن إسرائيل عندها شهوة التوسع والاحتلال، ومع ذلك مصر من خلال القوات المسلحة المصرية قدمت أداء في حرب أكتوبر زي ما شفنا في الشهادات أكبر الإسرائيليين على احترام القاهرة، وهنا القاهرة. الله أكبر، دي افتتاحية أكتر من عظيمة. ده هياخدني على البندقية وغصن الزيتون، ودي كانت كلمة أبو عمار الشهيرة في طبعاً الأمم المتحدة، ومنها كان كتاب لديفيد هيرست الأصلي الأصليقي، وأظنه كان أقرب الصحفيين الغربيين لأبو عمار وصاحب الحوار الأخير معاه قبل وفاته أو اغتياله رحمة الله عليه. إيه اللي أورده ديفيد هيرست في البندقية وغصن الزيتون يتعلق بمسألة هذه الحرب؟ بص، الكتاب كتاب موسوعي، وديفيد هيرست الحقيقي مش المزيف اللي انت قفشته في لندن، يعني كاتب مهم جدا، عاش القضية الفلسطينية وعاش القضية العربية بشكل عام عن قرب مع قيادات عربية وأبرزها أبو عمار. كتاب من 660 صفحة، تكلم عن حوالي 12 فصل، بادئ من بداية الحركة الصهيونية 1882، وبيتناول النشاط الصهيوني في أوروبا وفكرة التفكير في وطن يجمع شتات اليهود في العالم على حساب القضية العربية، وبعدين بيتناول المقاومة الفلسطينية سنة 36 وثورة 36 ومقاومة الفلسطينيين لفكرة الاستيطان اليهودي وإدراكهم من البداية للطموحات الاستعمارية يعني، وبعدين بيشوف برضو فكرة الانتداب البريطاني. وفي الفصل الثامن، في الفصل الثامن ديفيد هيرست بيكلمنا عن حرب أكتوبر. فالأصلي، أتكلم عن ديفيد هيرست الأصلي، يعني بيتكلم باعتبار حرب أكتوبر، هو بيصفها هذا الوصف، وده مسألة مهمة جدا، هي الزلزال الذي لم يهز إسرائيل عسكريا فقط، ولكن هز إسرائيل نفسيا وعسكريا ودبلوماسيا واجتماعيا، وبالتالي أصبح العقل الإسرائيلي يدرك أنها المرة الأولى في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي الذي تستطيع فيه قوى عربية، مصر وسوريا مجتمعتان، أن تجبر إسرائيل بالقوة على الانسحاب من الأراضي والتفكير ألف مرة قبل الاعتداء على القاهرة. وبالتالي ديفيد هيرست الأصلي يعني على ما أظن وأعتقد ليس له أي صلة بما ينسب إليه في الآونة الأخيرة. ده مما لا شك فيه. طيب قبل ما هطلع الفاصل عايز أفكر معاك بصوت عالي، وقد نأخذ الإجابة بعد الفاصل، وحتى ناخدها في إطار كتاب التقصير اللي كتبه مجموعة من الكتاب والصحفيين الإسرائيليين. قلت لي هزت إسرائيل اجتماعيا، هذه الحرب هزت إسرائيل اجتماعيا، وأنا هنا بتكلم مع مش رجل يعمل بالترجمة من العبرية إلى العربية أو العربية إلى العبرية، وإنما باحث في هذه الشؤون وباحث موسوعي في ده. شكرا. حقيقي يعني بأمانة مهم عندي قوي مسألة الاهتزاز الاجتماعي اللي حصل في إسرائيل بسبب الحرب، وهل هذا الاهتزاز لازال قائم حتى اللحظة ولا لا. فاصل ونكمل الكلام. في تصوري الخاص جدا جدا، وقد يكون المتواضع والبسيط والضعيف، وممكن يكون كمان تصور غير مهم، مسألة الاهتزاز الاجتماعي دي مهمة بالنسبة لي أنا. إزاي الحرب قدرت تعمل هذه الهزة الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية؟ وهل هذا الاهتزاز مستمر لحد دلوقتي؟ هل في ملامح للحديث حول هذا الاهتزاز سواء إذا كان في كتاب التقصير أو البندقية وغصن الزيتون؟ يعني بما أننا بدأنا الكلام من الكتب، والكتب في 73 كانت هي الوثيقة التاريخية، فخلينا أقولك أن في مصطلحين ارتبطوا في إسرائيل بحرب أكتوبر ارتباط وثيق الصلة. واحد التقصير، كلمة المخدال، همخدال بالعبرية. التقصير ده كتاب مهم جدا عن حرب أكتوبر، وكتاب تاني اسمه رئيداتها أدماء اللي هو الزلزال أو زلزال أكتوبر، وهنتكلم على الاثنين بسرعة. التقصير كتاب طلع في ديسمبر 73، يعني بعد شهرين من حرب أكتوبر. سبع مؤلفين عبارة عن سبع مراسلين عسكريين اشتغلوا على الجبهة المصرية وعلى جبهة الجولان، ورجعوا لقوا أن الإعلام الإسرائيلي كان بينشر بيانات الجيش،
وكان الحقيقة مشهد ممكن لا يتوقعه الكثيرون، يعني لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، والناس ما بتشوفش في المانشيتات في الصحافة الإسرائيلية، ولو كان في عندنا فرصة كنا عرضنا بعضها، إلا أن الجيش الإسرائيلي يصد الهجوم المصري، معارك دارية في سيناء، عناوين مفتوحة جدا وكلاشيهات، بس ما فيش حاجة عن الاقتحام والعبور المصري والضربات الموجعة، ده عرفناه بعد كده من الوثائق اللي بدأت تنشر عن 73. فالمجموعة الصحفيين دول اجتمعوا، وهم مجموعة من كبار الصحفيين في إسرائيل، وعملوا كتاب ضخم الصفحات يعني اسمه همخدال، فارتبطت الكلمة بحرب أكتوبر. كتاب منع من التوزيع في إسرائيل، لم تكتب عنه الصحافة كلمة واحدة، رغم ان هم زملاء عاملين كتاب الديمقراطية الإسرائيلية. لا 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 لا، الإعلام الإسرائيلي تحت سيطرة الرقابة العسكرية حتى اليوم، حتى اللحظة اللي بكلمك فيها، والكلام حوالين ان الإعلام الإسرائيلي إعلام مفتوح لكل الآراء بعيدا عن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، ده كلام يعني ممكن نسمعه من الناس ما تعرفش الشأن الإسرائيلي. لكن خلينا نتكلم عن الكتاب بتاع مخدال، عشان برضه بيكشف الرقابة العسكرية الإسرائيلية بتشتغل إزاي. الكتاب لم ينشر عنه معلومات في الصحف، أصبح حديث الساعة في إسرائيل من باب الممنوع مرغوب، فالناس في المقاهي والناس في الصالونات بتتكلم عن كتاب المخدال. إيه المهم؟ إن زي الشهادات اللي شفناها في الفيديو من دقايق، هو بيعرض شهادات من ميدان المعركة عن القتلى الإسرائيليين في خط بليف، عن اقتحام الحصون الإسرائيلية، عن ضباط وجنود إسرائيليين رفعوا الراية البيضاء واستسلموا للجنود المصريين خوفا من بطش القوة المسلحة المصرية الجبارة في الوقت ده. والحقيقة يعني انت تقرأ الكتاب، وموجود باللغة العربية، ترجمة ركيكة شوية لكنها تؤدي الغرض، هتنبسط جدا جدا من بطولات مصرية بعيون الأعداء. طيب إيه اللي حصل في الكتاب؟ رفضوا نشره، ما لم يتم تغطيته إعلاميا بشكل كافي. فمشي ديان كان في اجتماع مع رؤساء الصحف، اجتماع توجيهي بالمناسبة يعني، فرئيس تحرير معريف بيسأله بعد الحرب مثلا، أظن ده برضو في ديسمبر 73، بيقول له قريت كتاب همخدال التقصير؟ فرد بغرور شديد جدا وبغطرسة، قال له ما قريتوش، لكن أنا أعرف أن واحد من المؤلفين السبعة ابن ناس، وهي كأن يعني الباقيين مش ولاد ناس. هو يقصد ايه؟ ان ابن اخته يوناتان جيفن الصحفي المشهور هو واحد من الضباط الذين كتبوا الكتاب، كان ضابط في الجبهة المصرية، شاف ويلات الحرب، شاف الانتصار المصري بعينيه، كتب الكلام ده. ايه الهدف من الكتاب؟ الهدف ازاحة جولدا مئير وازاحة موشي ديان باعتبارهم مسؤولين عن الهزيمة. اسرائيل كانت في الوقت ده بتتعامل مع حرب أكتوبر باعتبارها هزيمة محققة. لسه هنتكلم عن كتاب الزلزال، بس عايز أقول لك أن السنة دي بمناسبة 50 سنة على حرب أكتوبر، القانون الإسرائيلي أكبر الدولة هناك على نشر عدد من الوثائق، فنشر 300,000 وثيقة، بعضها منشور قبل كده وبعضها غير منشور قبل كده. فالناس تقول لك طيب يعني هو إسرائيل نشرت الوثائق، بس في وثائق ما زالت محجوبة، وإسرائيل قررت نشرها بعد 90 سنة للحفاظ على أسرار الأمن القومي. ففيما يتعلق بالوثائق المنشورة هنبص هنلاقي وثائق مهمة جدا جدا، بس أنا عايز أقف عند وثيقة اجتماع يوم 6 أكتوبر الساعة 8:05 الصبح في مجلس الوزراء، جولدا مئير، موشي ديان وزير الدفاع، العزار رئيس الأركان، إسرائيل جليلي وزير في حكومة جولدا مئير، بيتناقشوا هل نعلن التعبئة العامة ولا لا. الأوضاع على الجبهة بتقول إن في حالة التهاب شديد جدا، وإن التشكيلات بتاعة المناورة المصرية والسورية في الجولان وفي سيناء بتقول إن ممكن مصر تنتقل من حالة الدفاع لحالة الهجوم بشكل مفاجئ. هل نعلن التعبئة العامة؟ الرئيس الأركان عايز يعمل تعبئة عامة، عايز يعمل تعبئة 4 فرق عسكرية ما يوازي 200,000 جندي علشان يصد الهجوم المصري إن حدث. وزير الدفاع في حالة من الغطرسة الشديدة بيقول إن الرئيس السادات لن يحارب أبدا، وألقى مواعيد كثيرة جدا جدا للحرب، وتلاعب بالاقتصاد الإسرائيلي وشل حركة الاقتصاد الإسرائيلي عشرات المرات، لأن بتحصل تعبئة عامة يتشل الاقتصاد الإسرائيلي، تخسر إسرائيل ملايين الدولارات وما يبقاش فيه حرب. وبالتالي الاجتماع ده انتهى إلى أن رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية إلي زئيرة أكد إن فرص الحرب محدودة، وإن السادات قد يغير رأيه في آخر لحظة، يحسب لخطة الخداع طبعا الاستراتيجية المصرية. هنقل نقلة من حالة الغطرسة دي لاجتماع يوم 7 أكتوبر الساعة
52 دقيقة 3-10 راجع موشيه ديان من الجبهة بعد ما عمل جولة بالهليكوبتر ونزل على الأرض في الجولان وفي سيناء وداخل على مجلس الوزراء في حالة هجوم شديد جدا في نفس المجموعة اللي اتكلمنا عليها موجودة وقال لهم لو سمحتوا اسمحوا لي عايز أعرض صورة الموقف الوضع أنا هتكلم على لسان ديان الوثيقة للأسف يعني موجودة لكن نقدر نعرضها على الشاشة يعني بيقول عايز أقول صورة الموقف الموقف في سيناء سيء للغاية المصريين عبروا بسلاح شديد جدا وبكميات ضخمة جدا تفوق عددي على القوات الإسرائيلية تم اقتحام خط بليف فقدنا الاتصال بالنقاط الحصينة النقاط الحصينة فقدت الاتصال ببعضها بعضا جنودنا بعضهم بيستسلم الجنود المصريين بيطلبوا كل ده في الوثيقة كلام على لسان ديان في اجتماع رسمي مجلس الوزراء الجنود المصريين بمكبرات الصوت بيطالبوا جنودنا بالاستسلام وبعضهم بيستسلم الحقيقة إسرائيل فقدت القدرة على إنقاذ الجنود المحاصرين في مصيدة خط بليف اللي هو بالتالي أصبح يعني مصيدة للجنود الإسرائيليين المحاصرين وأنا بطالب ديان اللي بيطالب يعني طالب بإيه؟ بيطالب بانسحاب كل القوات اللي خلف خط بليف إلى منطقة شرم الشيخ في جنوب سيناء على بعد 30 كيلو متر نسيبها للقوات المصرية فبيقولوا له في مجلس الوزراء طيب وجنودنا في النقاط الحصينة قال لهم ما عنديش وسيلة أن ننقذهم الحل اللي يعرف يخلص نفسه نص كلامه يخلص نفسه واللي ما يعرفش يستسلم للقوات المصرية ودي وثيقة منشورة منشورة وثيقة من وثائق حرب أكتوبر الحديثة المنشورة الأسبوع الماضي طيب بس كده طب الجرحى سيبوهم يقعوا في ايد القوات المصرية طب هنعمل ايه؟ قالك نعمل خط دفاعي لان القوات بتاعتنا ما تقدرش تأمن خط دفاعي على قناة السويس نعمل خط دفاعي في منطقة شرم الشيخ فجولدا مير بتسأله سؤال منطقي جدا اذا كان قواتك ما تقدرش تحافظ على خط دفاعي عند قناة السويس هتحافظ على خط دفاعي عند شرم الشيخ فالعذار العذار اللي هو رئيس الأركان بيقول الحقيقة ان ديان بيفكر بالتمني ده في الاجتماع امنياته بتقول كده لكن الواقع بيقول ان احنا الطريق في سيناء مفروش امام القوات المصريه وانا ما عنديش قوات بسبب قرار عدم التعبئه تقدر تصد الهجوم المصري انا بس يعني عايز اختم الكلام عن الوثيقه دي وانقل في صفحه 16 في الوثيقه اديك مثال على مصر كانت بتواجه اجرام شكله ازاي الوضع صعب جدا ديان بيقول ده الدمار الثالث لاسرائيل واسرائيل قطفنا والحرب ديت في ذهنه في الوقت ده لانه كان منهار نفسيا حرب على تحرير فلسطين كلها فجولدا مير بتقول له معنى كده ان دي الجوله الثانيه من 48 بيقول لها بتقول له معنى كده هيذبحونا قال لها انت متخيل ده ديان اللي بيقول ده ديان بيقول وجولدا بكلمك عن رئيسة وزراء اسرائيل وبكلمك عن وزير الدفاع ووثيقه رسميه منشوره موجوده يجال الون ده نائب رئيس الوزراء حاضر الاجتماع بيقول ايه بقى هنا بس نبص على الاجرام يعني بيقول له طب احنا ما نقدرش نضرب حاجه في العمق المصري بحيث نوقف الهجوم اللي في سيناء فقال له يعني عايز تضرب ايه قال له اضرب السد العالي قال له ما اقدرش محمي دفاعات الجويه هناك صعبه جدا ما اقدرش قال له طب نضرب محطه الكهرباء في القاهره ونظلم القاهره ظلاما دامسا قال له ما اقدرش الدفاع الجوي وحائط الصواريخ مش قادر اعدي انتوا بتطلبوا حاجات يستحيل تتعمل وينتهي الاجتماع بمغادره جولدا مير وينتهي الاجتماع بما يثبت بما لا يدع مجال للشك ان احنا حققنا معجزه في حرب اكتوبر 73 وانتصار مصري نحتفل به الى يوم الدين. هو الحلقه خلصت انا اعتقد انه هيبقى لي الشرف ان انا ابقى كسبت صديق ومرجع في الاسرائيليات والشؤون الاسرائيليه مهم جدا بالنسبه لي شرف ليا وضيف ومصدر ما بقى هنا تيجي المصالح بقى وضيف ومصدر شرف ليا انا مبسوط وفخور بيك لابعد الحدود ومتشرف بهذا اللقاء واللي بتمنى فعلا ان احنا نكرره مره واثنين وعشرة والف في البرنامج وملايين بعيدا عن البرنامج انتوا عاملين شغل عظيم واحنا في مكان عريق وعظيم وانا متشرف ان انا كنت معاك انا اللي شرف ليا كل الشكر للدكتور محمد عبود استاذ اللغه العبرية والشؤون الإسرائيلية في جامعة عين شمس وكل الشكر ليه على إمداده لينا بمجموعة من الوثائق شديدة الحداثة شديدة الموثوقية لأنها ثقة درجة أولى رقم واحد دون أي شك ده الكلام اللي قالوه القادة بتوع الكيان الصهيوني سواء جولدا مائير أو موشيه ديان أو رئيس الأركان ديفيد إليعازر أنا ذاك شهادات موثقة صادرة من عندهم هم
ده بمنتهى البساطة إن يعني ليك شيء في الوضع الآني. الجيش المصري في 73 اللي حارب بالسلاح اللي كان موجود وقتها واللي ما كانش الأحدث على مستوى العالم عمل كل ده. أمال الجيش المصري اللي موجود دلوقتي وعنده أحدث التكنولوجيات يعمل إيه؟ بقول لكم إيه، هو الوقت صحيح خلص بس الكلام ما خلصش، وهنستأنف الكلام بإذن الله لو كلنا العمر عشرات المرات. هو بس كريم رمزي زمانه دخل دلوقتي وبرنامجه رقم 10. أما إحنا لو كلنا العمر فهنقابلكم بكرة إن شاء الله. مين بكرة؟ ده يوم السبت، ده بكرة الخميس. كل سنة وانتم طيبين بيوم الخميس. يوم السبت إن شاء الله لو كلنا العمر وبرنامجكم التاسعة. سلامات.